هناك تحدي آخر يحمل انطلاقات الإثارة وانطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ من سن الثنايا، والتي ستعلن الانطلاقة مع هذا الأداء في الساعة الثانية مساء بإذنه تعالى. نتواصل مع هذا الشوط ونحمل أيضا جديد الاندفاع في هذه الانطلاقة التي تؤكد هذا الاندفاع وتؤكد هذه المشاركات من هذه الشعارات المتميزة، شعارات أبناء القبائل والتي جاءت لتشارك في هذا الاندفاع وتشارك في هذه الإثارة والتحديات على أرضية هذا الميدان. نسير بالمقدمة، نتابع الصدارة ونبدأ أيضا بأول الأسماء وأول ندائنا في هذا الشوط الخامس، والذي خصص أيضا للبكار المحليات الأصايل ضمن جولتنا الثانية من جولات هذا الصباح المثير. الانطلاقة والمركز الأول مطيلة على الصدارة لمحمد بن هلال، محمد بن حربي بن هلال الخيلي في الاندفاع الأول، بينما تأتي المركز الثاني بشاير محمد دسهيل بن عويضان العامري. انتقل إلى المركز الثالث، أتابع في المركز الثالث صوغة ناصر بن يابر بن محمد المري اللي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هناك بلبلة وصلت في المركز الرابع، حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز الخامس دخول من دلمة لخلفان بن أحمد بن بطي القبيسي. انتقل للمركز السادس وهملول في المركز السادس في هذا الانطلاق، سهيل بن سلطان بن تريم الاشتبي. بينما المركز السابع هنا المسج عامر بن عفصان المنصوري. والمركز الثامن تواصلت حشيم علي بن حمودة بن علي الظهري. انتقل للمركز التاسع واكمل ايضا النداء سلام مع هذه الانطلاقة، ثالث سلاماتنا، هاتريك سلامات هذا الصباح يذهب مع بلبلة مشاركة. ما شاء الله، كل عام وانت الخير ايضا يا بلبلة، ما شاء الله وتبارك الله. انطلقت الى المركز الاول وسارت الى خط النهاية بانفراد تام باعلان الانطلاقة بهذا الفارق الكبير بينه وبين بقية المشاركين. ما شاء الله، كالعادة بلبلة ينتظرك الكثير، الكثير من الختاميات بانتظار هذا الاسم العملاق، هذا الاسم الكبير بلبلة، وهذا الشعار الذي دائما صال وجال في كل انطلاقات الميادين وتحدياتها. مرغم مرغم مرغم، انطلاقة ثلاثية، هاتريك سلاماتنا الى مرغم مباشرة من هذه اللحظة، من هذا المسار، من هذه الانطلاقة. الميتين متر الاخيرة تحمل بلبلة الى خط النهاية. تهانينا والناموس حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذه الانطلاقة. هناك مغثة، هناك وزن، وهذه بلبلة ثالث انتصارات هذا الصباح. سلام يا مرغم سلام على هذا الأداء الجميل اللي أطلقت بلبلة في هذا الشوط والتصدر مع خط النهاية. المركز الثاني هشيمة علي بن حمود بن علي الظاهري في المركز الثاني، والمركز الثالث هي الشاهيني مبارك محمد بن زيتون المهري، والمركز الرابع تواصلت دلمة خلفان بن أحمد القبيسي، والمركز الخامس عامر بن عفصان المنصوري مع المسج. هذه الأسماء اللي تحمل هذه البداية وتحمل هذه الانطلاقة. وأعود إلى التوقيت الزمني لبلبلة وانطلاقة بلبلة 12 دقيقة 53 ثانية، وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني لصاحب هذا الانطلاق. تهانينا والناموس حمد بن راشد حمد بن غدير. المركز الثاني كان من نصيب حشيم اللي وصلت المركز الثاني. تهانينا والناموس ايضا علي بن حمود بن علي الظاهري مع هذه الانطلاقة في هذا الصباح، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 9 من الاجزاء من الثاني. والمركز الثالث كان من نصيب الشاهيني مبارك بن محمد بن زيتون المهيري 13 دقيقة 4 ثواني 7 من الاجزاء من الثواني. تهانينا والناموس.